الحمد لله على السلامة يا رحيم بيه، مستنيين بقالنا كتير. رحيم فين؟ انطق، أنا سامعك بتكلم رحيم دلوقتي، هو فين؟ ملكش فيه، أنا قدامك أهو، عاوز إيه؟ أخرج شوفوني! رحيم فين؟ مراتك وبنتك تحت ايدي. لا عزيز رحيم ينزل ظهروا عليه، احنا ما نعرفش عنه حاجة. انا هخليكوا تتكلموا. اثبت يلا. اثبت! معلم وسيد المعلمين، بس قبل اي حاجة عايزك تعرف اني بحبك وبقدرك، ولولا الشغل كان زماني جيت لك لوحدي. احب على راسك واقول لك الحمد لله على السلامة، بس انت فاهم الشغل شغل. ولا انت فاكر انك هتخرج من هنا؟ ده انت بتحلم. انت عايز ايه يالا؟ انا مرسالة يا كبير، وجاي اقول لك كلمتين وماشي. انا مطلوب مني ادي لك الموبايل ده. عليه ايه الموبايل ده؟ الموبايل ده فيه رسالة، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجة. هما مين اللي قالوا لك؟ معرفش يا كبير، انا كده عملت اللي عليا. وهقول لك سلام عليكم. علمي محدش هيخرج من هنا. سمعت؟ اه شفت الكلام خدنا. ونسيت اقول لك هشام اخوك عندنا. هشام فين؟ انا لو ما رجعتش مش هتشوف هشام تاني، ودي حاجة مش بإيدي، أنا بنفذ وبس، ولو موتني مش هتفرق حاجة مع الناس التانية. سيبه يا رحيم، سيبه يا ابني عشان خاطر أخوك. عارف هشام أخويا لو جرى له حاجة مش هيكفيني فيه عمركم، ولا عمر اللي مشغلينكم، ولا عمر عيالهم. فاهم؟ الموبايل. السلام عليكم. احنا ريم المدام بتقول لحضرتك هتتعشي؟ لا لو سمحت قولي لماما انا عايزة انام. اوكي.
قولوا لي حد ضايقكم او لمسكم كده او كده؟ لا طبعا، دول دخلوا عليا كتم وانفاسي، كنت هتخني ما عرفتش انطق كلمه، وكنت خايفه على البنت هموت عليها. وانت يا ريم؟ لا بجد انا كويسه. طب الحمد لله. ما دخلوا ازاي وليه ما صوتوش عشان اي حد من الجيران يجي يلحقكم؟ نصوت ايه يا بابا؟ بقول لك كان معاه مسدس. انا فتحت الباب عادي لقيت واحد معاه مسدس حطه في دماغي، والتاني سالني فين ماما، شاورت له على المطبخ وكتفنا احنا الثلاثه ومعانا اونكل بدر على الكنبه بره. وليه فتحتوا الباب من غير ما تعرفوا مين اللي بره؟ والله انا طول عمري بفتح الباب عادي يعني. ايوه بس اليومين دول مش امان. يومين والتالت هتلاقيه جاي جري على رجليه عشان يدفع لك الفلوس. طب وحكم الحبس؟ الحبس ده مجرد قرصة ودن، وبعدين احنا هنستفيد ايه يعني لما هيتحبس؟ انا ممكن ابلغ عنه لاننا عارفين مكانه وهيتسجن، لكن انت هتاخد فلوسك. ريم حبيبتي انت كويسه؟ كويسه يا ماما. الناس اللي كانوا جايين دول ما كانوش جايين لابوكي، دول كانوا جايين لرحيم. ماما انت مش محتاجه تكدبي عليا، انا كبرت وفهمت خلاص. انا بكدب؟ انت مش شفتي بعينك انهم كانوا جايين لرحيم؟ وانت فاكره انت لو ما حكيتيش قدامي انا مش هفهم حاجه؟ في حاجه اسمها فيسبوك وتويتر، انا عارفه ان بابا اسمه مش موجود، بس رحيم اسمه في كل الاخبار اللي بتتكلم عن تهريب الفلوس والسلاح. وطالما رحيم رجع يبقى بابا هيشتغل معاه تاني. ودي حاجه مش مزعلاكي؟ انت ما تعرفيش البلاوي اللي ممكن يسببها لنا رحيم. هزعل عشان هنعيش بني ادمين تاني؟ ماما البلاوي اللي هتيجي دي احسن مليون مره من الزفت اللي احنا عايشين فيه. دايما افتكر ان الثقة بتيجي من جسمك نفسه. خد مساحتك، خلي جسمك ياخد مساحته، ما تتكسفش، جسمك مش عيب، ما تخبيش نفسك، خلي جسمك ياخد أكبر مساحة في العالم علشان ده حقك. شكرا يا جماعة، أشوفكم المرة اللي جاية. شكرا. Thank you. حاجة يا دكتورة؟ لا لا خالص. ألو؟ ألو؟ محاضرة عظيمة يا دكتورة. طب والله كنت قاعد متمزج. أنت مين؟ أنا واحد معجب بمحاضراتك وبعلمك وبتاريخك. أنت عايز مني إيه وبتراقبني ليه؟ شفتي فيديو المداخلة بتاعت امبارح؟ بقى ترند على اليوتيوب دلوقتي. لو فاكر نفسك بتهددني أنا ما بخافش. أنا مفيش حاجة واحدة في حياتي خايفة إني أقولها قدام الناس. ولما مفيش حاجة انتي خايفة تقوليها قدام الناس متعصبة كده ليه؟ ها؟ في حاجة يا دكتورة؟ لا سوري أنا آسفة. سوري. على فكرة أنا عاقبت اللي اتصل بيكي، أسلوبه في الكلام معاكي ما عجبنيش. أنت عايز مني إيه؟ بحب أسمع صوتك. أول ما خلصتي محاضرتك ما عرفتش أمسك نفسي، قلت لازم أسمع صوتها ده. أنت شغال مع رحيم؟ رحيم؟ طب ايه رايك نفكر مع بعض شويه؟ لو رحيم هو اللي زقني عليكي ممكن يكون عاوز منك ايه؟ فكري. وعلى فكره انت بصه غلط، انا واقف عند الباب التاني. دكتوره داليا انا اسفه بس احنا كنا واقفين مستنيين حضرتك. ماشي اتفضلي. Thank you.
الموبايل ده فيه رسالة، قالوا لي انك هتفهم منها كل حاجة. عاوزين منك 700 مليون دولار؟ انت معاك 700 مليون دولار يا رحيم؟ علي صوتك كمان، علي خلي الناس كلها تسمع. لا الله صحيح، يعني قول لي انت معاك 700 مليون؟ معايا 700 مليون دولار وقاعد معاك هنا في الجماليه. انت مجنون يا حلمي؟ امال ايه الفلوس اللي هم عايزينها منك دي؟ كلهم بيقولوا ارجع الفلوس، ده معناه انها كانت فلوسهم وانا خدتها. انت فاكر امتى اخر مره اشتغلنا فيها في مبالغ زي دي؟ قبل ما تقبض عليك. بس انت ازاي تقلب الناس في 700 مليون دولار؟ يا ابني بقول لك معيش من ليه، ما كله على قدك، الفلوس اللي في البنك واتحجز عليها، والكام شركه والمركب خدوها الكلاب بتوعنا. امال ايه رجع الفلوس دي؟ انا اللي هيجنني ان مفيش حد منهم اتصل بيا لحد دلوقتي. حتى الموبايل اللي هم بعتهولي ده ما فيهوش نمر متسجل، الرساله مكتوبه عليه، مش مبعوته من رقم حتى اعرف اكلمه. حاجه تجنن. يكون حد قلب الناس دي في الفلوس، وفاكرينك انت؟ هي الفلوس مش بتتنقل ما بين 100 واحد لحد ما بتوصل؟ يكون حد في النص. مش عارف يا حلمي، بس محدش يقدر يعمل كده لانه عارف اني اكيد هجيبه. الا لو عارف انه هيتقبض عليك. انت وديت الورق فين؟ زي ما اتفقنا. طب تسمح لي اغير هدومي؟ خد وقتك حلمي، أنا بيتقبض عليا. حنان! حنان! أيوة يا حلمي! تعالي. في إيه؟ تعالي. خد الفلوس دي ولم الهدوم اللي تقدري عليها وصح ريم واطلع على الجمالية على طول. جمالية إيه؟ هنعمل هناك إيه؟ هقول لك بعدين. امسكي. امسكي المسدس ده. يا لهوي! ما تخافيش، أي حد يقرب لك اضربي على طول من غير تفكير. أنا؟ أيوة امسكي. يلا سلام. مش هتيجي معانا؟ أنا رايح مشوار وبعد كده هحصل. يلا سلام. يا ريم! الورق في مكان أمان، بس أنت إزاي هتعرف منه توصل اللي بعت الرسالة؟ الورق ده فيه كل تحويلات الفلوس اللي اتقربت، وأسماء البنوك والعملاء الوهميين، الشركات اللي اتغسلت فيها الفلوس. يعني لو مشيت ورا مسارات الفلوس على الورق هقدر اعرف ال 700 مليون دول وقعوا من انهي بنك. ايوه بس دي شغلانه كبيره قوي، دي محتاجه محاسبين عشان يحلوها، اصل انت ما تعرفش كميه الورق اللي انا شايلها قد ايه. ايه في ايه؟ انت واخد بالك من الجزء اللي مراقبنا من ساعه ما خرجنا دول؟ يا ولاد الهرمه، ما تبصش بس عشان ما تلفتش النظر. طب وبعدين؟ ما وحشتكش ايام زمان يا صاحبي؟ ايه اللي وحشتك؟ طب تعال. الجماعة مستنيينك جوه. عرفوا؟ اه. وفرحوا؟ قوي، لدرجة إن أنا دخلت لهم ثلاثة ليمون لحد دلوقتي عشان يهدوا أعصابهم. منورين. رحيم خرج من السجن امتى يا سامي بيه؟ امبارح. جرى ايه يا سامي؟ انت مش كنت مأكد علينا ان عمره ما يخرج من سجنه؟ والله ده اللي اتقال لي، واتقال لي امبارح انه اتغير. اتغير؟ وايه اللي اتغير؟ احنا بنتكلم على انبوبه؟ اسمع يا متر، احنا في بيننا اتفاق ولا هو كان كلام صغار؟ هو انتوا مش عايشين في البلد ولا ايه؟ من ساعة ما رحيم دخل السجن، البلد اتغير عليها كام نظام حكم؟ البلد دي كل يوم بيتشقلب حالها. خلاص رحيم خرج. اوكي فكر بقى في اللي جاي. امال اشكرك يا عماد بيه. شوفوا انتوا بقى حضراتكم عاوزين ايه وانا تحت امركم. ليه هو انت مش معانا ولا ايه؟ والله انا عبد المأمور، طلبتوا مني شويه حاجات وانا نفذتها لكم مش اكتر ولا اقل،
سيد بيه خد المركب السياحي، وسعادتك خدت شركة التخليص الجمركي وشركة الفنادق، وعماد بيه مفيش ورقة تثبت إن في نكلة شراكة بينه وبين رحيم. عاوزين ترجعوا كل حاجة زي ما كانت أرجعها لكم، عاوزين كل حاجة تفضل أنا تحت أمركم. يا سمسم انت لسه قايل لسانك ان الدنيا اتغيرت، يعني مفيش حاجه بترجع زي ما كانت. اهو يبقى انتوا بقى اللي مش عايزين حاجه ترجع. ترجع ايه اللي يرجع؟ ده تعب وشقى سنين عماد، يعني هو يرجع ياخد كل حاجه على الجاهز واحنا بقى شلتي ملتي؟ ايوه هو ده اللي انا عاوز اسمعه. يبقى نقعد مع بعض بقى ونفكر. حلوة أوي الكلية ده يا أمين. ميرسي يا حبيبي، اتفضلوا.